السلام عليكم. اليوم الإخوان جيت بواحد تحفة، دير واحد الهاتف نقال كان بالأمس جديد واليوم أصبح تحفة، ألا وهو موتورولا 8700. هذه البوشيطة ديالو باقا كيما هي، يعني هذا النوع ديال الموتورولا خدم في خرج في 1997 ولحد الآن هو كما كتشوفوا مازال خدام. هادي فيه ديال اومنيتيل اللي ما بقاش، واحد النوع ديال الريزو اللي ما بقاش. هو هادي كيفاش كانت لا كارت، كانت كتخشى كومبليتمون سكيدا. هادي اومنيتيل هادي راه ما بقاش، كنت درتها انا في واحد الوقت، هذه في 1997 كانت خرجت جي اس ام. هاد لاكارت هادي كتشوفو هو تحفة، عندها تقريبا 30 عام وها هي باقا خدامة مزيان كما كتشوف. خاص تركب لها غير لاكارت وغادي يخدم لونتين ديالو. التليفون هذا ما كانش كيديرو اي واحد في ذاك الوقت، لان كان الثمن ديالو باهت، كان تيدير شي 1.5 مليون ديال الليره الايطاليه، بحال كتقول دابا واخا غتقول نص في الاورو كتساوي نص، يعني 750، ولكن بين اكثر من 1000 اورو كان كيسوى ذاك الوقت. هما كما كتشوفوا باقي خدام مزيان. نعير بيس باش نتصل معاكم هذا الفيديو باش تشوفوا اللي تهليتي في شي حاجه. راه كنلقاها هذا خديتوها من عند واحد الاخ في السوق، لقيتو عنده عارفني عم مولوع بهذا الشيء ديال التحف، قال لي انا راه خوضو فابور ما تخلصني ما والو، الله يجازيه بخير، حتى هو كيبيع ويشري في هذا الشيء. ايوا المهم نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، والتذكير بان موتورولا راه اول شركه اللي دارت بورتابل باش تعرفوا هي الموتورولا. والسلام عليكم.